جزء طبعا لا يتجزأ من شخصية النادي الأهلي ونجاحه المستمر هو البناء على ما سبق والإشادة بجهود السابقين لا إنكارها. دايما الرموز بتتكلم عن توالي الخبرات وتراكم الخبرات في النادي من مجلس إدارة إلى آخر ومن مسؤول إلى آخر، والحديث بما يستحق كل واحد من هذه الأسماء اللي تستحق أن تكون أو يطلق عليها رموز وعلامات حقيقية مضيئة في تاريخ النادي الأهلي وكرة القدم والرياضة المصرية والعمل الرياضي والاجتماعي في مصر بشكل عام. وبالتأكيد عندما نتحدث عن هذه الرموز نتحدث عن واحد منها بالتأكيد، هو الراحل الكبير الفريق مرتجي. هنتكلم بعد شوية مع حضراتكم، هنسمع تفاصيل أكتر أو رؤية للحفاوة بهذا الراحل النجم الكبير في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ العمل العام الرياضي والاجتماعي في مصر. هتكون معنا بعد قليل مداخلة هاتفية مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وبالفعل معنا على الهاتف المهندس خالد مرتجي. باشمهندس خالد مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا محمد، واهلا بيك واهلا بكل مستمعينك ومشاهدينك الكرام. اولا طبعا بنقدم لحضرتك يعني كل التحيه والتقدير لروح الراحل الكبير الفريق مرتجي بعد مرور 5 سنوات على رحيله. الحمد لله طبعا، يعني ربنا يرحمه ويرحم امواتنا ويرحم والدتي ويرحم كل امواتنا جميعا، ويا رب كده تكون بطولة أفريقيا دي، أنا عارف إن كانت حاجة زي دي هتسعده جدا، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ويسعد الشعب المصري والشعب الأهلاوي كله وناخد بطولة أفريقيا إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة الجاية. يا رب إن شاء الله نكون موفقين يا باشمهندس خالد، وهنتقل معاك بعد لحظات قليلة للحديث عن حلم العودة للحصول على البطولة الأفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية، لكن عايزين نتوقف قليلا مع فكرة الاحتفاء والاحترام والتقدير بما تستحق الرموز الراحلة في تاريخ النادي الأهلي، كيف تراها؟ لأن احنا دايما بنقول إنها جزء لا يتجزأ من شخصية النادي ومن اهتمامات المسؤولين في النادي الأهلي. بص يا محمد، احنا الحقيقه من ساعه ما انشئ النادي الاهلي 1907 هو انشئ او اسس على الوطنيه، وزي ما بنقول يعني الحقيقه لما تيجي تشوف كده على مدار ال 111 سنه اللي منذ انشاء النادي الاهلي، كل اللي تولوا اداره النادي الاهلي رموز مش بس اهلاويه، لا رموز ليها ثقل في مصر كلها ويمكن في في في, في العالم في بعض الـ 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 الاوقات. فالحقيقه النادي الاهلي يعني لما بنقول ان هو نادي القيم والمبادئ، اللي اسس القيم والمبادئ دي هي الرموز دي اللي هي دايما تستحق منا كل جلل وكل تقدير وكل احترام، وزي ما بنقول احنا اجيال بتسلم بعض او اجيال بتسلم اجيال، فما فيش شك ان الاجيال كلها من 1907 لغايه النهارده كلهم ناس الحقيقه النادي الاهلي له فضل عليهم كلهم، بالرغم انهم زي ما انا بقول لك هم رموز وليهم ثقل في الوسط المحلي والدولي، يعني من اول من اسس النادي الاهلي من سنه 1907. والحقيقه هو ده اللي احنا النظام اللي احنا اتعلمناه، ان احنا دايما بنمشي بمبدا ان احنا نحافظ على قيم النادي الاهلي ونحافظ على شعارات النادي الاهلي اللي احنا حفظناها، ما بقتش شعار دلوقتي بقت يقين، وهو الاهلي فوق الجميع وفوق جميع ابنائه، ومصلحه النادي الاهلي دائما تاتي في الاول ثم بعد كده ياتي مصلحه الفرد، وان شرف كبير قوي لاي حد مش بس بقى مسؤولين بيديروا النادي الاهلي، لأي كل من ينتمي للنادي الأهلي بعظمته وبكبريائه وبوطنيته وبانتصاراته، ما فيش شك ان شرف كبير قوي لاي حد ينتمي لهذا الكيان وهذا الصرح العظيم. اكيد مهندس خالد مرتجي، انا عارف انه صعب دايما اي شخص يختصر الحديث عن شخصيه كبيره لها مكانه خاصه جدا عنده تفوق كل الاخرين في عبارات قليله، لكن عايز اسال حضرتك ماذا تعلمت من الفريق مرتجي الأب والقائد العسكري والمسؤول الكبير رئيس النادي الأهلي؟ والله يعني ما فيش شك، أنا يعني والدي كان أهم حاجة عنده في حياته كلها كان حاجتين، هي المؤسسة العسكرية المحترمة اللي أنا بشرف إن أنا أحد أبناء قادتها، والنادي الأهلي. لما نقول المؤسسة العسكرية ونقول النادي الأهلي يبقى نقول في انضباط، يبقى نقول في احترام، يبقى نقول في قيم ومبادئ، يبقى نقول في انكار ذات، يبقى نقول في مصلحه الوطن ومصلحه النادي الاهلي فوق مصالح اي حد. ما فيش شك ان اكتر حاجه اتعلمتها من والدي هو
ان البني ادم اللي بيقود لازم يقود بطريقه صح، يقود على نمط علمي، يقود بحب، ويقود باحترام، واحترام الصغير قبل الكبير، وان دايما ان اي فضل او اي انتصار او اي فوز المؤسسه كلها هي اللي بتبقى ليها الفضل في هذا الكلام وليس الشخص. ولذلك انا اول حاجه والدي علمهاني، اما كان ليا الشرف ان انا اكون موجود في مجلس حسن حمدي 2004 مع حفظ الالقاب، هو انكار الذات. وانكار الذات ده في النادي الاهلي مفيش شك ان ده احنا بنقول ان البني ادم من يصنع الكرسي وليس الكرسي من يصنع البني ادم. نعم. ولذلك هو اكتر حاجه اتعلمتها من والدي هو انكار. هل اسهم وجودك في كنف هذا الراحل الكبير يا باشمهندس خالد انك تكتسب خبرات ادت الى نجاحك كواحد من اكثر اعضاء مجالس الاداره اللي شاركت فيها تميزا وشعبيه وحصولا على الاصوات واداء خلال وجودك في مجلس الاداره؟ في شك ان انا عايش بيسموها بالانيرشيا بتاعت والدي، يعني اللي هو قوه الدفع بتاعت اسم مرتجي. ده اسم كبير قوي، والحقيقه اسم مرتجي ده بيحطني انا في فريم لازم ازاي احافظ عليه في وقت يا محمد يصعب البني ادم ان هو يحافظ على الاسم الكبير ده. وديك شايف الزمن اللي احنا عايشين فيه، زمن انفلات اخلاقي وزمن كلها الصوت العالي وحاجات الحقيقه احنا ما تعودناش عليها. لكن لما نقول ان النادي الاهلي ووالدي رحمه الله علمنا ان احنا نشتغل في صمت وما نردش وما يهمناش مين بيقول ايه، لكن شغلنا هو اللي يرد على اي حد يحاول يشكك في اي حاجه في النادي الاهلي. ودايما بنقول ان الشجره المثمره هي اللي الناس بتبقى عايزه تحدفها بالطوب عشان تنال من ثمرها. ولذلك الحمد لله رب العالمين. برضو اتمنى احنا الحمد لله في يعني مجلس كابتن محمود الخطيب من ساعه ما احنا ربنا كرمنا والجمعيه العموميه ادتنا ثقتها لغايه في حوالي 11 شهر النهارده، بتهيألي بفضل الله سبحانه وتعالى ما انجزناه من عمل لصالح النادي الاهلي بفضل الله سبحانه وتعالى متهيألي باين للناس كلها. ينقص بس ان شاء الله باذن الله عشان نسعد جمهور الاهلي العظيم اللي هو يستاهل كل خير، اللي هو شايل فرقته على 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 كتافه، اللي هو يعني بيضحي بالغالي والنفيس عشان فرقته تكسب. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بالتسعه باذن الله، عشان يبقى باذن الله ده يبقى يعني نهايه سنه محترمه وسنه جميله يبقى ربنا كرمنا بيها، وان احنا نوصل لكأس العالم للأندية إن شاء الله في الإمارات. مهندس خالد مرتجي، طبعا هنتكلم مع حضرتك في الدقائق القليلة القادمة عن المباراة ورؤيتك لها وكيفية خروجها بالشكل اللائق، لكن كان لقاء أكثر من رائع للإعلام المصري وللتلفزيون المصري، قامت بإجراءه الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم مع كل من الفريق مرتجي رحمه الله والراحل الكبير أيضا نجم نادي الزمالك الكابتن حمد أمام والنجم الكبير الكابتن مروان كنفاني. ومن المفارقات الولد الصغير اللي وصفه الفريق مرتجي في حديثه بأنه كان بيزعل جدا وبيبقى مش عايز يصحى يروح المدرسة وحزين للغاية لو خسر مباراة في مباريات الأطفال أو الناشئين، هو المهندس خالد مرتجي. مهندس خالد مرتجي، الفترة دي فاكرها إزاي وتقول إيه عن الفترة دي من حياتك؟ بص أنا الحقيقة كنت يعني أصغر إخواتي، ويعني أما كان عندي 10 سنين يمكن أبويا كان ساب الجيش وركز كل تركيزه في النادي الأهلي. فنشأت في بيت مش أهلاوي بقى، يعني كان أبويا كل اهتماماته هو النادي الأهلي، وكان هو في وقت كمان النادي الأهلي كان فيه يعني زي ما تقول متعثر شوية. فالحمد لله ربنا في الفترة اللي هو مسكها في السبعينات ربنا كرمه ويمكن حقق نجاحات كثيرة مع فريق الكورة. وكان ده لو تفتكر ده كان عهد فريق التلامذة، كابتن خطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبد وماهر همام، كانت الجيل الجميل ده. فالحقيقة أنا اتربيت جوه المطبخ ده زي ما بيقولوا. والدتي بقى زي ما قال أبويا رحمة الله عليه كانت يعني ما تقدرش تتفرج ولا تسمع حتى الماتش بتاع الاهلي، ما تقدرش يعني، كان اعصابها تقعد تقرا في القران، وكان ليها كده طقوس معينه واذكار معينه لربنا عشان ربنا يكرمنا. وكان برضو من ضمن الحاجات اللي هي كانت تعملها كان الماتش ليله المباراه كان لازم
اللعيبه، بعض اللعيبه يعني كانوا يجوا ويتعشوا عندنا في البيت، ويبقى نفس المنيو او نفس قائمه الطعام ما تتغيرش عشان ربنا يكرمنا ونكسب. والحقيقه كانت فتره جميله. فالحقيقه انا اتربيت وتعلمت حب الاهلي، وتعلمت يعني ايه النادي الاهلي وانا صغير، فاتربت معايا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كرمني ان انا زي ما بنقول كده، طبعا الحمد لله على نعمه الاهلي. انا يعني الحقيقه بدين للفضل لربنا سبحانه وتعالى، ثم لوالدي اللي هو فعلا يعني زرع فيا حب النادي الاهلي وزرع فيا قيمه النادي الاهلي. وربنا يقدرنا ان احنا نبقى عند حسن ظن الجميع، ان شاء الله وان احنا نحافظ على المسيره ونستكمل المسيره بتاع باذن الله. رموزنا كلهم، الكابتن صالح سليم والكابتن عبد الصالح الوحش وكمال بيه حافظ وكل الناس المحترمه اللي قادت هذا النادي العظيم الى ما هو عليه. وربنا يقدرنا ان شاء الله ان شاء الله. ويوفقنا ان شاء الله يوم الجمعه. المهندس خالد مرتجي، جزء اخير مهم جدا ان نلقي الضوء عليه في حوارنا معاك دلوقتي. حضرتك سمعت الفريق مرتجي وهو بيتكلم عن رؤيته لاخلاقيات التنافس الرياضي الشريف، بيقول لا، اداء جاد، اداء برجوله لكن دون ايذاء للمنافس، دون خشونه، وان اللي بيؤدي او بيلجا في الملعب للخشونه او للعنف او ايذاء اللاعب ليس جيدا او مش واثق في نفسه وفي قدراته على الاطلاق. ماذا تقول وانت من المسؤولين في النادي الاهلي؟ وباذن الله اعتقد حضرتك هتكون مصاحب للبعثه مع الكابتن الخطيب رئيسا للبعثه، وهتكون مهتم بالحضور اعتقد في استاد رادس. تقول ايه للجماهير المصريه وللجماهير التونسيه وللاعلام المصري والتونسي على مستوى الاعلام الرياضي قبل هذه المباراه حتى تخرج بما نتمناه وبالشكل اللائق بالاهلي وبالترجي؟ اقول ان الاهلي والترجي هم شقيقين وقيمه كبيره قوي في الكره العربيه والكره الافريقيه. ومفيش اي اجواء ولا سوشيال ميديا ولا تويترز ولا فيسبوك ولا انستجرام هيقدروا يهزوا العلاقه اللي ما بين الشعب المصري والشعب التونسي، وبالاخص يعني جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الترجي. ودايما جمهور النادي الاهلي مع جمهور نادي الترجي في يعني انا بعتبر في يعني شبه توامه. ولما الترجي بيجي مصر بيقعدوا عند في بيوت جمهور النادي الاهلي والعكس صحيح. فانا الحقيقه شايف ان في حمله كده يعني للاسف قادها بعض الناس انا بعتبرهم غير مسؤولين، عشان يحاولوا يزرعوا فتنه ما بين شعبين محترمين وما بين ناديين محترمين وجمهورين محترمين. وانا على يقين ان احنا في تونس طول عمرنا بنسافر تونس وبنلاقى كل الحفاوه وكل الحب وكل التقدير، والعكس صحيح، ما بيجوا لنا بيبقوا في بلدهم الثاني. فان شاء الله باذن الله تعالى الفاينل ده يليق بمستوى وقمه الفريقين وقمه الشعبين العظيمين، وان شاء الله تبقى حاجه مشرفه، وباذن الله تبقى الامور طبيعيه جدا زي ما احنا متعودين كل مره. بشكرك جدا على المشاركه معنا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ورحم الله الفريق.